الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، قال: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله من أجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبلا على الآخرة متقللا من هذه الحياة الدنيا، حيث صلى الله عليه وسلم لم يورث الأموال لورثته، فما ترك عند موته لا دينارا ولا درهما. وفي هذا الرد على من زعم أن أبا بكر رضي الله عنه قد استولى على أموال رسول الله ولم يعطها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وغيره من الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث أموالا، وما ورثه من مال فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ورثناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالشاهد لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ما ورث لا دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا البغلة البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، وهو كما أوصى به صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون، ولكن ما ورثوه يكون صدقة. قالوا: عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيء لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. وهذا الحديث مر علينا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما قدم له الطعام وتذكر الحال التي كان عليها الصحابة قبل أن تفتح لهم هذه الفتوح، وذكر قصة مصعب بن عمير، لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان مدللا عند والديه وكان منعما في مكة، فلما أسلم طرده أبواه وجفته أمه وجفاه أبوه، وهو لم يكترث لهذا، وخرج مهاجرا تاركا الدلالة الذي كان عليه والمال الذي كان عنده لله سبحانه وتعالى. وقد كان يحمل الراية في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في هذه الغزوة العظيمة، فلما قتل رضي الله عنه لم يترك شيئا، مع أنه كان من أنعم الناس في هذه الحياة الدنيا، فلم يترك إلا نمرة وهي الكساء، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يغطى الرأس، وأما الرجل فتغطى بالإذخر، والإذخر هو نبات معروف. فانظر إلى الحالة التي كان عليها مصعب بن عمير رضي الله عنه في مكة، والحالة التي مات عليها رضي الله عنه وأرضاه. فهنا خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، لأن الهجرة من أعظم الأعمال وأعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيها من الإخلاص. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي عليه مدار الدين ضرب المثال بماذا؟ بالهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر مسألة الهجرة في مسألة النية،
دل على أن الهجرة قد تعتريها النية الدنيوية، ولذلك نص عليها خباب بن الأرت في هذا الحديث قال: نلتمس وجه الله تعالى، يعني ما نريد بهذه الهجرة إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فوقع أجرنا على الله، وهذا إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر فضل المهاجرين في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بما لا يتسع المقال لذكر ذلك. قال: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، يعني لم يأخذوا من الدنيا شيئا، لم يدركوا الفتوحات والفتح في الأموال، فماتوا على ما كانوا عليه من الفقر والحاجة. ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني أدرك الفتوح وأدرك الأموال. والصحابة عندما يذكرون ذلك إنما يخافون على أنفسهم، يعني يخافون أن حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك عبد الرحمن بن عوف عندما ذكر حالة مصعب بن عمير وقد قدم له الطعام وكان صائما، أخذ في البكاء وترك الطعام ولم يأكل. وكذلك هنا خباب بن الأرت يقول هذا: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني كأنهم خافوا أن حسناتهم قدمت لهم في هذه الحياة الدنيا، وهذا من خشيتهم وخوفهم وفرقهم من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ولكن هذه الدنيا حقيرة عند الله، لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولذلك يتنعم فيها الكافر ويسجن فيها المؤمن، وإنما المدار على ما يكون في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الدنيا كلها ملعونة، واللعن هنا بمعنى الذم، لأن اللعن يأتي بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويأتي بمعنى اللعن بمعنى الذم، كما قال سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن، وهي مذكورة في القرآن على سبيل الذم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ولم يأتي صيغة أنها ملعونة باللعن، يعني لعن الله شجرة الزقوم، وإنما جاءت بالذم، جاء القرآن بالذم لها، فدل على أن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأيضا يأتي معناه بمعنى الذم. فالدنيا ملعونة أي مذمومة، ملعون ما فيها أي مذموم ما فيها، كل ما فيها مذموم، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر الله. وذكر الله يشمل قراءة القرآن والأذكار، وهذه المجالس مجالس الذكر كلها من ذكر الله. وما والاه أي ما والى هذا الذكر من الأعمال الصالحة، وعالما ومتعلما، فهؤلاء لا يدخلون في الذم. فكل عالم وكل متعلم فإنه ممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا يدخل في الذم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي ذكرت في هذا الحديث: إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالم وعالما ومتعلما. فكلنا متعلمون وكلنا في مجلس من مجالس الذكر، نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لا ترغبوا في الضيعة، المراد، أو لا تتخذوا الضيعة، المراد بالضيعة هي الصناعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك مما يحترفه الناس. فالنهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد أن الإنسان لا يتكسب، بل التكسب مندوب إليه شرعا، بل قد يكون واجبا من أجل إعفاف النفس، ومن أجل النفقة على العيال، ومن أجل الإنفاق في سبيل الله، فكل هذا مندوب إليه ومشروع شرعا. ولكن المراد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة ما بينه فترغبوا في الدنيا، أي لا تتخذوا هذه الضيعة اتخاذا يشغلكم عن طاعة الله، وإنما يأخذ الإنسان من هذه الدنيا، يأخذ منها ما يحتاج إليه وما يعينه على طاعة الله،
وما يعينه على ما ينفعه يوم القيامة عند لقي الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا، والمراد بالخص هو البيت الذي يعمل من الخشب والطين ونحو هذا. قال: ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، يعني هذا البيت الذي بنوه قد وهى، أي اخترب. فقال النبي صلى الله، فقلنا: قد فقد وهى، فنحن نصلحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لهم أن الأجل أقرب وأعجل من سقوط هذا البناء الذي تبنونه، وهذا أمر مشاهد. الإنسان قد يبني البيوت ويبني الصروح، ومع ذلك يموت قبل أن توهى هذه البيوت. فالأمر يعني بهذه الحال يفيدنا أن لا نرغب في الدنيا رغبة تشغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الإنسان لابد له من مسكن يسكنه، ومن طعام يأكله، ومن رزق يترزق به، ولكن المراد عدم الانشغال والانكباب على الدنيا التي تلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كل أمة لها فتنة معينة، الفتن كثيرة، ولكن لكل أمة فتنة بارزة، وفتنة هذه الأمة في المال، وهذا يفيدنا أن نتنبه لهذه الفتنة العظيمة، فلا ننشغل بالمال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المال قدمه الله سبحانه وتعالى في النهي عن الانشغال به، فقال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال سبحانه وتعالى: لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. فالله عز وجل قدم المال لأنه أشغل، ولذلك من انشغل بالمال انشغل عن ذكر الله ولا بد. ولذلك ذم الله عز وجل من انشغل بالمال عن طاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فهذا يدل على أن الانشغال بالمال يلهي عن ذكر الله، ولذلك في الغالب أن من انشغل بالمال فإنه يلهى عن ذكر الله عز وجل، وأيضا يطلب هذا المال من حله ومن غير حله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو من حرام، فيكون جموعا منوعا يجمع المال من حله ومن غير حله، وإذا أخذه شح في إنفاقه، فالمال جبلت النفوس على حبه، ولذلك نهانا عن الانشغال به. أما في القربة والطاعة فقدمه الله سبحانه وتعالى في كل آيات القرآن، فآيات الجهاد من أولها إلى آخرها يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في آية واحدة، وهي آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أما بقية الآيات في القرآن فيقدم الله عز وجل المال، لأن المال فتنة، فتنة في جمعه وفتنة في إنفاقه. ولذلك المال هو الوحيد في الأمور الأربعة المذكورة في الحديث يسأل المرء فيه عن اثنين: كيف اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال ستسأل عنه في طريقة كسبه وفي طريقة إنفاقه، ولذلك المال فتنة، فعلى المسلم أن يتعامل مع هذا المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى في جمعه وإنفاقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، ونجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.